عمر الشريف كريم اسماعيل. الحمد لله زي الفل. جاهز يا باشا؟ جاهز يا كريم. هناكل ونظبط و انت هتغيرني من اول يلا بينا. كريم اسماعيل. عمر الشريف. ايه كيفك في الاكل؟ سوشي. سوشي طبعا. احب نشكر طبعا زي ما شفتوا كده سبونسر الحلقه دي جارنيل. انت برضو شكلك بتحب. انا بحب جارنيل جدا. اكشلي انا مراتي بتحب الحاجات وانا بحبها وراها عشان بس نبقى عشان بصريح معاك من اول الصراحه. حلوه الصراحه. جميل. انت الوحيد تقريبا قلت لي سوشي. احنا كرجاله اكيد مش هنفكر ناكل سوشي فاهم يعني. انا التجربه دي اللي وداني اعملها كانت مراتي عادي جدا. رحنا لقيته لا ايه ده حلو فبدات احبه بقى من هنا يعني. احنا طبعا مش يابانيين فبنستعمل الايزي. عملت اختراع لذيذ انا فاكره بيتحط فوق بس انت دي فكره صايعه. عمور. لا عمر الشريف برضو تريكات يوتيوب برضو. انا اول مره اشوف القرطاس. انا اول مره القرطاس برضو اول مره اشوف الصراحه. ما اعرفش برضو ايه ده. هنكتشف مع بعض انا وانت حاجه زي دي. دي شكلها نودلز تقريبا. هنشوف بقى. وسلطه. انا طبعا بحب الشريمب جدا. ده بحب الشريمب الكنافه ده بموت فيه بعشقه. تحبه ولا لا؟ ما جربتوش قبل كده بصراحه. ده تبقى اول مره. ده خطير بشكل. انا بس بدات اقلق ان الحاجات دي مراتي هتشوفها وهيبقى الاوردر بتاعنا بيكبر. هيكبر المره الجايه. هتلاقي الموضوع كبر شويه. خد بالك بقى. جرب البتاع العمر الصوف الغالب ده بيتاخد. طبعا في صوص معانا صوص كتير جدا بيتاخد مع ده. هو في الغالب ده بيبقى سويت شيلي. ده سويت شيلي. الله. ده بقى بيتحط سويت شيلي يا باشا. بص دبن وعيش. ايه الكلام. هو عاجبني ان في صوص جوه الكنافه. انا اول مره اجرب بتاع ده من جرنيل حقيقه. اول مره اجرب بتاع ده في حياتي. حلو. صوص اللي جوه ده مبدئيا ليه سوشي اصلا؟ رقم واحد كايند هيلثي يعني نوعا ما هو صحي. اوكي. الرز مثلا مسلوق يعني هو مش اكله تقيله قوي. انا بصراحه اكتر حاجه بحبها في الموضوع ده الجبنه اللي هي الفيلادلفيا. بيحطوها ديت. بس وفكره بقى السلمون يعني هو فكره ان انت انا بحب دايما اصلا في الاكل يعني لو بعمل فطار. انت لما فاكر حلقه رمضان اللي فات هنحط لكم لينك الحلقه على اليمين. انا بحب التغيير يعني احب في نفس الاكله اكل فليفرز مختلفه. فمن مميزات السوشي ان انت في الاكله الواحده تاكل بيسز من انواع مختلفه فاهمني. بس هو يحب اللمه يعني ما ينفعش تروح تاكله لوحدك لازم تروح جروب كده عشان تجيبوا انواع كتير كل واحد ياخد نوع او اتنين يعني بيس او اتنين من كل نوع. ففكره التنوع ان هو صحي انا عايز اكل دي رو. ما انا بحب الرو ده. بس الرو ده لازم تحطه بقى ايه في الصويا صوص. بس هي البيس دي كبيره قوي يعني هو السوشي اصلا ما بينفعش تعض. فبقى ايه منتج يا باولو ما تجيبش البتاع دي وهي جايه في بقي لو سمحت. صويا صوص يا باشا وعيش. جامده دي. ايه الكلام. حنينه قوي. حلو قوي الكلام ده. حلو السلم اللي بيبقى ناعم كده بس انت بتاكل زبده بيزغزغك ليه كده بيطبطب عليك وهو داخل. بس هو احنا لازم يعني نكمل الحلقه ولا ينفع نقعد هنضرب شويه مع وكده بعد كده نقفل بقى نعيش وانا وانت. اوكي. انا مش شاطر خاطر خالص في الاسامي بس هما جرنيل عندهم بيس دي اكتر واحده في الفرايد بحبها اللي هي بيبقى عليها القشره بيبقى عليها قشره كده زي البانيه. الثانيه ده بيبقى مقلي تقريبا في دقيق صيني كده. دي بتبقى مقليه في الكريسب شبه الكريسب بتاع البانيه ومش عارف ايه بس عارف بقى اكتر حاجات اللي بحبها جدا في السوشي ايه؟ الجنزبيل الجنجبيل. الصراحه يعني حبيب قلبي ده حطوني في حته ثانيه خالص. القرطاس ده هنعمل فيه ايه يا عم؟ ده تاخده كده. او حابب اقول انه جنرال الفتره دي منزل منيو جديد 30 صنف جديد كده دليفري وفي المطعم. ابقوا تشوفوا كده على صفحتهم على فيسبوك او على الانستجرام ممكن تشوفوا المنيو الجديد بتاعهم يعني. سامع يا مريم؟ الصفحه بقى خلاص انتهينا. انا عايز اجرب انت قلت عليه ده اصلا ما جربتوش. ده هايل. انا عايز كمان بقى اقول لك على حاجه. السوشي ده لما باكله في البيت انا ما باكلوش بالبتاع دي بصراحه. انا باكل البتاع دي يعني في الشارع مع مراتي عشان ما اعرهاش قدام الناس. لكن انا في بيتنا بصراحه بحط دي كده على جنب وبمسك بقى البيسز وسقسق وبتاع يعني ايه كانك تاكل بقسماط عادي جدا يعني. اصلا مش صيني او ياباني تقريبا. هو السوشي ياباني صح؟ اليابانيين بياكلوا بايدهم اصلا. لا والله الصراحه القطعه دي خطيره فعلا. البيس دي عالميه عالميه. بس انا جايب وزن الحلقه بقى. بيو بيو. بس انا عندي سؤال انت ليه ما جبتش جنب دول؟ الرو؟ مش فان اصلا بحبه باكله بس مش يعني ما اروحلوش. طب احنا مش هنضرب ده مش هنجرب ده. شاكك ان دي نودلز فعلا والله. في حاجه بتخروش تحت كده. ده عامل زي عيش كده. ايه فتت سوشي؟ فتت سوشي. طب والله تصدق شكلها فتت سوشي فعلا. الله الله. ده ايه بقى؟ الله على اللذاذه. هو حلو بس قول لنا ده ايه عشان بس هو في سكه حاجه سبايسي ضربت في بقي على فكره. ده شعريه ده ايه ده؟ هي فيها نودلز. فيها نودلز وفيها صوص كده. هو تقريبا نودلز مقرمشه ونودلز مسلوقه عادي وكراب ستكس والصوص اللي هو بتاع الدايناميت صوص اللي هو الاورنج ده. انفع؟ شغلني معاك يا عمر. انا تعبت من التعليم. انا هجيبه. اضرب يا باشا اديني في البطاطا اديني في السلمون. هي هترجع ولا ايه؟
اكتر ميزه تعجبني في السوشي انا قايم شبعان جدا مش تقلان. ايوه انا قلت لك هو هيلثي شويه مش بقيه عند اي حد قايم فول تمام بس فيها صحه مش عايز انا عايز ان ادخل على السرير انام اريح. يعني ممكن نعمل بول يا جماعه في الكومنتس تحت هل في رجاله تحب السوشي غيرنا ولا لا. هو في الاول كمنه غريب على الكالتشر بتاعتك فبيبقى قط شويه في الاول بس والله ما تدي له فرصته. يعني انا برده مثلا الناس الكبار مثلا من اهلنا ولا بتاع لما تيجي تعزمهم مثلا تقول لهم هناكلكم سوشي يقعد يقول لك ليه يعني ايه البتاع القرف ده بتقول له مش انت بتاكل رز مش انت بتاكل جمبري مش انت بتاكل سلمون طب هلفهم لك على حته جبنه جرب. فبصراحه بتبقى حلوه يعني. ادخل على القرطاس ادخل على القرطاس انا خايف من القرطاس ده والله العظيم. ادخل على القرطاس خايف انه انا مش عارف اعمل فيه اسمع ايه. بس منك تعرف بقى منين ان اللي عامل الرولز دي قدرك لما تلاقي التشيز هنا واخد حقها والبيسز هنا واخد حقها. لو رحت اي مكان اي كلام بتاع سوشي كده هتلاقي الحته بتاعه اللحمه نفسها يعني او السمكه نفسها هتلاقيها صغيره تلاقي التشيز كده خفيفه متخففه بتاع حلوه تضرب الله ايس كريم جميل قوي. ايه الحاجه اللي انت ممكن تاكلها يعني برضو جامد جدا غير السوشي؟ بص انا بحب السمك عموما فانا لو يعني عشان كده انا لو يعني لو مش هاكل سوشي هاكل مثلا جمبري وصبيط ومش يعني انا الاسماك احبها قوي. انت ايه اللي حصل ده من اني واحده اللي انا قلت لك عليها صح الاختراع اللي انا عملته ده حلو كان نفسي اعزم عليك بس مش هينفع اديها. طب ايه حاجه مستحيل تاكلها؟ كوارع الفشه والكرشه كل الصف الباب ده والمخاصي والمخ بحها اقفل المحل خلاص. فسيخ برضو رنجه تمام رنجه لو هتتعمل اللي هي تتسلخ وتتحط في طحينه وزيت وبصل ومش عارف ايه وبرضه اكلها مره مرتين في السنه يعني. انا صراحتي بص انا في حته ثانيه يعني انا كانت كام واحده فانا الصراحه ايه انا بحاول اسالك اسئله فاهم بس انا مش موجود. اهم حاجه انك مبسوط. مبسوط جدا انا كمان مبسوط المهم الناس تبقى مبسوطه برضه. بس كده مبسوطه وهتجرب السوشي ما باكلش السوشي وهيروح لجرمان مثلا في الغالب يجرب من عنده حاجه حلوه ويطلب في البيت. بس روح جرب في مطعم احسن لما تنزل حاجه فريش قدامك احسن من 100 مره يعني. السوشي وهو سبيشال الفرايد فرايد طبعا لازم وهو سخن حاجه تانية خلاص. حلو قوي الفقره الاولى خلصت نروح الفقره الثانيه. فقره جهاز كشف الكذب تا 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 تا. انا الفكره دي بالنسبه لي مرعبه جدا لحد دلوقتي بيعمل حاجه بجد هنشوف بقى. والله شكلك هيبقى في حاجه بتدوس عليها من بره تعمل لك كده. جاهز ولا ايه؟ ما انا لسه ما كدبتش والله يا عمرو. هو بنعرف منين بقى ان هو بيكذب؟ احنا عايزين نختبره الاول. السؤال الاول بتحب مراتك؟ بسرعه. اه طبعا ده كهربني. ما عملتش رياكشن خالص؟ كهربني والله. هو ايه الرياكشن بتاعك؟ الرياكشن بتاعي انه كهربني يعني انا دلوقتي قدام الكاميرا انا ما بحبش مراتي يعني اروح عندي مشكله في البيت. انت عبيط ولا ايه؟ ده هلاس ده ما يعني ده حقيقي مش حقيقي صح؟ هلاس يا عم مفيش اي حاجه بس انت ما عملتش اي رياكشن. اصل انا لعيب كوره فانا متعود على يعني ليفل الالم عندي في حته متاخره فعادي اتوجع مش هتلاقيني عملت كده فاهم؟ ده الناس جت على ده الناس طارت في السقف لما بوصل. لا ما بوصلهاش المفروض كنت ممكن نعمل كده تاني. لا يا استاذ عمرو اتكهربتني ليه اصلا؟ هو بيكهرب كل مره؟ لا بس انت كده تمام. السؤال الثاني التدريب ده هلس ولا بجد؟ تدريب ايه؟ التدريب اللي انت بتضربوه في الناس ده. التدريب اللي بتضربوه في الناس اللي كانت تاني كمان شغل انت اللي هكهربك. لا تمام اهو تمام. ما تبقاش هلس؟ لا طيب. واضح ان هو اللي بيجاوب يا جماعه مش انا. طيب الحمد لله كده ضمننا الشركه نروح نصلح البيت بقى. يا ابني انا عندي شركه محترمه تعليم الامور الصحه النفسيه وبتاع. انا فاهم والله بس لكن التدريب وال ما هو في الاخر الجهاز هو نصفني على الاقل عنده دم يعني الموضوع بجد. السؤال اللي بعدي ايه؟ انت حافظ الاسئله ولا انت بترتجلها عليا مثلا؟ انا برتجل. لا ده عارف ولا ده عارف اللي محدش عارف حاجه. السوشيال ميديا بقى والحاجات دي بتديها لك فلوس حلوه ولا حلال على الله؟ كنتش فتحت شركه قعدت شغال بس 16 ساعه في اليوم. لا طبعا هي من هي السوشيال ميديا نفسها انا ما بكسبش منها نص يعني حاجات عبيطه قوي حاجات بقى على ارض الواقع وحاجات تانيه. شغلي هو للاسف انا ما حبيتش ان شكرا. عدى بجدارة. اتفضل يا باشا هات الظروف هخيرك من تحدي من تحديين. الظرف الازرق تغمي عينك ودواك ثلاث حاجات جبتهم صح تاخد الظرف ده ثلاثه اوكي او الظرف الثاني تجرب الاندومي الكوري الحراق وجربه معاك لو خلصته كله من غير ولا بق ميه ولا اي حاجه خالص تاخد ظرف فيه فلوس خمس اضعاف الاولاني. خمس اضعاف الاولاني؟ خمس اضعاف الاولاني. ينفع اكل بيه سوشي؟ انا ماليش في الشطه بصراحه يعني نجرب الحاجات دي بس اهم حاجه ما تدونيش حاجه فيها شطه. لا لا ومش هتدوني حاجه يعني مش مقرفه ولا حاجه. لا لا لا. لا حاجات هي غريبه في حاجات غريبه بس مش مقرفه. جرب نجرب. نجرب
ثلاث حاجات يا باشا سهلين جدا. اوكي استنى بس اقلع النضاره عشان اشوفك كويس. شوف كويس. تمام انت كده برنس. اول حاجه معانا ما تحفش فاهم. هي حاجه حرقه؟ لا مش حرق خالص. دي جبنه. الله حاجه سهله. مش سهله قوي بس سهله. هي جبنه ماشي بس مش عايز مش هما جبنه. ايه اللي انت طايق طعمه؟ جبنه شيدر. مش تفرق ايه الطعم بقى اللي فيها يا. ودوس تاني. لا استنى في طعم لما قطمت تاني طعم جديد طلع لي. طب نرجع لها في الاخر. نروح اللي بعده. اصل تقريبا اصل ده طعم جبنه انا ما دوتوش قبل كده ف ايوه هو بس الطعم اللي فيها دي هو طعم في حاجات تانية انت فاهم يعني. هي مش الطبيعي في جبنه, هي طبيعي في حاجه تانية. بس هي وحشه عموما يعني عشان بس ماشي حلو. بس هي جبنه وحشه. هي عشان الطعم اللي فيها ممكن يبقاش احلى حاجه. ما تاكلهاش تاني. جرب يا باشا ايدك كده. ايوه دي حاجه بتتاكل ما لا يعني تاكل اللي جواها مش هي نفسها. هي نفسها جامده. هي حاجه بتاكل من جوه. ايوه ده باشن فروت. الله عليك اديني باشن فروت. جبت واحده من الثلاثه. قربها الظرف. قربنا الظرف خطوه. معلقه ما تحفش برده منها. هاخد منها حته صغيره المفروض تبقى يعني لو انت فاهم هتجيبها. ايه بقى؟ عسل. قرب زي الجبنه كده. هو مش عسل يعني فاهم. عارف العسل الابيض لما بيلزق. ايوه ماشي. ايه ده في ايه بقى بيعمل يعني. انت قربت المفتقه دي. لا يعني حاجات كده فاهم بيستعملوها في من العسل برضو. اللي هو العسل كريمي ده اللي هو بيتعمل سندوتشات. لا هو عسل بس مش عسل قوي يعني. هو مش فاكر انه مش عسل. مش فاكر العسل يا عم. انت اللي جميل. هو عسل نخلط فيه ايه؟ ايوه رضعه الاسد. ما معرفش انا معرفش ده ايه يعني. انا معرفش هم الناس بيجيبوا حاجه للطاقه. انا معرفش الناس بتجيب حاجه للطاقه في عسل. عسل لغذاء الملكات. بجد والله تاني حاجه صح. لا ولا بجد. ايوه طب انت كده جايب بيدك بقى بتاع الاخير. استنى استنى عسل غذاء الملكات ده اديني كملها عشان بعد ما نخلص اديك كل انت عايزه. دي اخر حاجه جبتها. الظرف ليك. هقول لك على حاجه. دي مديه على ايوه عليها اعشاب صح؟ قربت. مش فليفر جبنه تانية. دي عليها حاجه عشبيه. ايوه ملهاش دعوه بالجبنه. هيبقى جبنه بالبيستو ريحان تقريبا. لا حاجه كنا ناكلها من شويه. انا عامل له اكتر من كده ايه؟ ايه ده عليها جنزبيل؟ لا حاجه كنا ناكلها من شويه. كنا هناكلها من شويه ما كناهاش بس كنا ممكن ناكلها بس ما كناهاش. ايه ده؟ دي بالنودلز؟ لا نودلز ايه؟ لا ايه ده اللي هو البتاع الاخضر ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه ده مصيبه ما اعرفش اسمه اصلا. اسمه سوريمي باين ولا سوريمي؟ طحالب البحر ده بتاعت الفلسطينيين دي. لا ما اعرفش اسمها بس انا عرفتها خلاص. طيب يبقى ايه بقى؟ وسابي. وسابي. هات لي الظرف يا ابني. طب مش حرق ليه؟ هو مش حرق اصلا. هو دازع بس مش حرق. ده طعمه وحش قوي. ايوه طعمه وحش. انت استحقيت هذا الظرف. ما استحقتوش ولا حاجه. لا لا لا, لا انت دوست. انا بص صراحه يعني ايه انت جبت لي حاجات صعبه. ايوه صعبة. ايوه طبعا هجيب لك يعني برتقان وموز اقول لك ذوقه وقول لي ايه ده. جبنه بالوسابي. انا اصلا بحب الجبنه. عمري ما سمعت في جبنه بالوسابي اصلا. انت بقى قلت يعني انت في جبنه بالريحان في جبنه باللبن. انا قلت انت اكل سوشي. انت بتحب الجبنه. بتحب السوشي. جبت جبنه بالوسابي اكيد هتجيبها. ما جبتهاش. يبقى ايه بقى يعني. هو اجتهد زياده عن اللزوم واضح. لا بس انا عاجبني كمان الظرف ده. دي اي واي صح؟ طبعا احنا كل حاجه هاند ميد. لا والله بجد ده دي اي واي. انا أيوة ما اعرفش في ظرف. مفيش ظرف ازرق. ما افتكرت اللي عارف الازرق والاحمر. انت قصدك تعمل حبايه بتاع ذا ماتريكس؟ جت كده صدفه. بس انا فهمت العمق وراها. صح. دولار ولا بالجنيه؟ لا دولار. انت جاي ويدك انت ضال. انت ليه عمرو شريف؟ ايه ده كتير. استنى يا نهار ابيض. يعني ده اللي كان بياكل البتاع بياخد 5000 جنيه؟ يس. هات له يا ابني الاندومي. بس ابعت للصيدليه الاول يعني. هات له انتنال. لا يا عم ان انت عايش عايش كتير قوي. لا عايش والله. انا هستاذنك بس في حاجه. بما ان الناس هم السبب اصلا في ان البروسيس دي تحصل انا هطلع ال 1000 جنيه دي صدقه عننا كلنا انت والفولورز بتوعك والناس كلها. سلام السلام يا عم كيمو. سلام يا عم كيمو. والله بتكلم جد. تحب تضيف في اخر حلقه؟ انا بحب عمرو شريف والله. فيعني تابعوا قناه عمرو شريف وتابعوا قناتي على اليوتيوب. انا ما بنزلش حاجات على اليوتيوب قوي بصراحه بس يعني. طبعا احب اشكر سبونسر الحلقه دي جرنيل على رعايته الحلقه الجميله وبساطنا كان سوشي وبتاع. فنشكره جدا على رعايه الحلقه. لا نقول وداعا ولكن نقول الى اللقاء. تابعوا بقيه الحلقات ونشوفكم على خير رمضان الجاي. بس كده كان معكم عمرو شريف و كريم اسماعيل من قناه عمرو شريف و كريم اسماعيل. مع السلامه. سلام يوم.